اكبر قطعه بيتزا في العالم. اكبر قطعه بيتزا حلا في العالم. بيتزا بابروني كده. لا هذه بيتزا، بيتزا قطعه سويتها وسويتها حلا. روح للتجهيز. السلام عليكم، معاكم سحس وسلطان. سوف نفاجئ المعدة. 15000 سعرة. استنى خليني افهمهم. هنا عندنا قسمين نوتيلا وقسمين عملنا فيها مارشميلو مالتيزرز بريتسل عشان نكسر شويه من هذا. راح اعرف ايش حيكسر بس اوكي. ميلكا اوريو، اوريو ابيض، اوريو اسود، ام ان امز عشان نديها شويه لون، بوب تارتس بلو بيري، كورنفليكس ريسس بلو بيري، كوكي كريسب. هذا مره لذيذ يا جماعه الخير، هذا اللي لو تلاقوه مره لذيذ. فروت لوبس هذا لذيذ يا جماعه لو تلاقوه. أيوة أيوة موجود. أيوة أيوة. باقي العجينه، العجينه من بيتزا هات يعطيهم العافيه. فانا هبدا هنا. انا قد اخذت لقمه يا جماعه الخير، صورت بوست في الانستغرام. يعني هو يبدا هنا انا ابدا هنا ولا ايه؟ لا انا حديك قطع، حديك قطع من هنا. الله كلون حيضرب يا جماعه. اللي يلاقي كولوني في مكان بالله يطبطب عليه. بكل صراحة عملنا الايش؟ العيش مرة نحيف. عرفت ليش قلفزات؟ يا نهار اسود. عرفت ليش قلفزات؟ لا يبالها قطاعة. يا اخي ما اعرف، انا المارشميلو مو مرة صديقه في الحلا. حرام واحد ياكل حلا مارشميلو والله. ليه والله مرة لذيذ. حرام والله. رايح احتاج اخييه. اختراع يا سحس مره ما ظبط معك. شوف 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 بلا ما ظبط بلا ما ظبط. لا شوف كل كل شوف حتعرف انا ايش اقصد. اقصد ديب. انا اكثر شيء متحمس له دي ودي. فايش السياسه حتقول؟ سحسي مارشميلو سوسو نيوتيلا. اوكي هذه السياسه حقت اليوم. انت شايف المط؟ شايف ما قلناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طمز تايم. الله اتس سكر تايم. مين فكر بالمارشميلو؟ انت انت ترى سحس يحب المارشميلو عشان يمط. شفت المارشميلو ما يمط ما يشتري. بس هو يديله اكسبيرينس يعني. لا انا عندي ذكريات حلوه مع المارشميلو. اعطينا ذكرياتك مع المارشميلو. قول في امريكا لما كنا نروح كامبن نسوي نار ونجيب المارشميلو والشوكولاتة ونسيحها فوق بعض وناكلها. حلو الحلقة الجاية حنعملها. نحن نعملها في الطايف. طيب فكرة حلوة. ايش رأيك؟ انا مع. انا اشك له المارشميلو وهو ياكلها. هذا التحدي. ونشوف كم سيخ يقدر ياكل. سيخ مارشميلو. ويكون اكل 1000 سيخ مارشميلو. يعني انت دي يعني مو 1000 يعني ماشي الليلة خليها 1000. عمركم شفتوا اصبع حامل؟ شوفوا تحت اصبعه حامل شوفوا. اوه شيت ايش ده؟ اوف يا جماعة الشهر السادس ما شاء الله. انت ليه بتكبرها؟ كل مالها قطع عليك. نبدا نخلص. ليه محسبني انا سوبرمان؟ انت سوبرمان سوسو. مين؟ انت سوبرمان. غريبة يدك ما جات الى الارض. لا ما في ايادي قاعدة تجي. بالعافية. تعالوا يا عيال حياكم الله. تعال دوب تعال. والله اليوم ما في احد جرب. كلهم خايفين. خايفين من الانسولين. تعال يا تركي يا حبيبي. اوبا انت بتدي تركي وانا اوبا ده هو ياخذ دي مشكله والله سحس مره بطيء ما ياكل بسرعه زي زمان ابوي جيب لنا قطع ابوي لما نخلص المفروض كنا نجيب جينيس والله ما حد قد سوى الجنان هذا صح اقسم بالله اول قطعه راحت ما جبنا جينيس ودي القطعه الثانيه ما جبنا جينيس قالت تروح بطولاتنا كده يا سحس احلى شيء قبل التصوير هو حط النيوتيلا قلت له خلاص شكلها حلو بعدين حط هذه قلت له خلاص شكلها حلو بعدين حط هذه قلت له شكله ما حيطلع حلو هو حلو انا بكذب بس انا بخفف على نفسي في المستقبل القريب رجع حط هذه قلت شكلها حلو رجع حط دور الصغار قلت شكلها حلو رجع حط هذا متحمس له مره دي حاكل نص كده اوكي ايه ربع لا هو ايه 10 جرام 10 ايش ده ايش قاعد يصير معك انت ايش قاعد تقرمش ليه بتكرمني؟ سمعت هذا اللي صار معك؟
هذا اللي صار. دخل شوكولاتة. ايوه دخل شوكولاتة على المارشميلو. اغطي ايدي وزعجة. نكمل كده زعجة. اسامة. انا طالب من غسل وجهي. اعطيه خليه يشوف وجهه. انا بخرج اشوف وجهك بعدين تحكم بنفسك. لو غاب القط العب يا فار. طيب بسرعه. ايوه لا بس دقيقه لو كذا ما هو جاري حيطعنا. ما هو جاري والله حيطعنا. طيب تبي بس اضبط التقطيع كذا قصه كذا. ايوه كذا هذه لي وهذه خلاص. مرة دفك مرة دفك عن فضح. جا 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 مين أكل؟ هم لا 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 ما حد أكل. أكل والله لأول مرة أقول لكم أسمع. الخطة كالآتي. أنا أدخل معك في دي فقرة المتابعين هنا بدنا أدخل معك في دي كده السياسة إيش اسمها تديها ورد صح. والصراحة والله مع الكوكي كريسب والأوريو حتى انه تجاه سامح جوعني. يا this is my friend. العب يا لعيب اضرب يا ضريب بس بكل امانة هذه القطعة مرة لذيذة. خلص قطعة لها المارشميلو عمو معه عشان ما اعظم مارشميلو ولكن قطعة هذه تفوز بمعايير كلمة فوز مقلمتها النتيلا ما هي اوفر والاوري الابيض مديها نكهة. أنا السكر لعب خش معايا ممكن لما نغني واللي شبكنا يخلصنا واللي شبكنا يخلصنا واللي شبكنا يخلصنا أنا بديت أحرك. والله السكر يقول لك هوش لك. أنا نسيت أقول لكم جيب لي وصلة من الكراست ترى ستافت كراست ايه مو كلها لا لا تخبصها شوفوا الله المفاجأة الكرست نفسه كله مليان شوكولاتة شيل السلطان الله فرحان يا اخويا ايش بيقول يا خالد بزودها اعطيها الله مبدع ما شاء الله مبدع ونسينا نقول ما حسبتوها؟ ما حسبناها جماعة حبوا اشتركوا في 90,000 سعر بعد لا كم قطعة هناك بس هو تقريبا كله على بعضه 14-15,000 سعر انا معلق اخوي شوف احنا ممكن نقسم المهام في دي الحلقة انا ابص وهو ياكل خلاص اتفقنا عمو مافي من معلومية الكراش من بيتزا هات العجين وهذا كله ساعدونا هنا في بيتزا هات جدا هم اللي سوونا هي عم بشار تعالكم معنا حبيبي عم بشار والله سمع انا عارف انت متفاجئ منها سوف استرفت كراست مريد استرفت كراست عم بشار شوف عم بشار سحس اخترع شوف شوكولاتة جوا بس هي بنت اذا مخلوط سايحة هي مخلوط تكون سايحة الله صفقة سحس جوا والله فاجئني كل التحدي كوم والعجينة اللي عطيكم عند الاخر دي كوم تاني انا شايف ال البريسكس دي بتتحرك ايه؟ البريسكس البريسكس؟ هي ما هي ثابتة من جد؟ صار فيها من جد في واحدة الكابتن اللي هتقول انا يفكر لا تركز بزيادة والله تتجنن هذه تمشي كثير الله تحت ايه ما يا الله متى يخلص المارشميلو ده؟ صداعت في صداع ما انت افتكر لما كنت تروح كامبينج تعدد يا حبيبي وين خلف نفسك؟ هذه كلها؟ كيف؟ ما انت شايف سحس ساكت يعني عادي حيضربني وحيضربك لا مو ساكت عادي يا حبيبي هو حيسكت شبع انا المتابعين ما حيسكت حطها ايوه اديه الصغيره وش هذا؟ ايوه هذه عادي ايش تقول لي اقوم اغسل حديك بوكس عادي خلاص روح بكيفك ضارب عشان تغسيله يعني غير غسله ايوه قطع لي هي لا قطع لي هي ما تعطي هي كذا
ما راح اتفقنا لا يقطع ولا شيء لا يقطع ولا شيء سؤال افهمك حاجه هو لو دحين مو قادر انت حتاكل ولا لا حاكل خلاص كل هو ماذا شو غبي وقف حاجه نروح المستشفى لا لا انت بتولد ولا ايه ذاكر بروكر يقول مرحبا انا اسمي غازي حبيبي يا غازي غازي بعد راسه ما شاء الله عليك يا سلطان صاير تاكل اكثر من قبل وايضا سحس ما شاء الله عليه لا ايوه صح نفسه بكل حاله لا في تحسن في سحس هو احسن هو انا تحسنت هو اللي يعطيني هو اللي بياكل انا تحسنت يعني شفت اكل حبتين زياده هو اللي بياكل ما قال كده هو هو اللي بياكل يا غازي انا قاعد اتفرج سلطان توافق على الكومنت ده ولا لا؟ اوافق بشدة هاي كل الباقي حبيبي يا غازي حاليا انا حاسس انه في كان نبض الحين صار صداع هنا فوق كان نبض النبض راح ما عاد حسوي تحت يد حلا كذاب زي كذا فل حلا لا كذاب معك نخدم مع بعض والله يقهرني هذه الحركة تقهرني لا لا مو بعد ما كذا شكلي صار وهذا تيجي تاخذ اخر وصله على فكره انا شكلي زي شكلك بس من اول لا انا اوسخ يا كم مو راضي يطلع يا جماعه والله مو راضي يطلع شكرا مش انتظر والله ما عاد اخذ حالك نرجع لكم بالمالح نرجع لكم بالمالح لا لا حنختم أختم تركوا عجبتكم الحلقة هاتوا تسووا لايك شير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات بليز إذا جبتوا 1,000,000 لايك ما أتوقع حاكل واحدة زي دي. لا تجيبوا 1,000,000 لايك ما هو مستاهل إنتوا صح أنا غلطان أحبكم